أغرب عائلة مغربية متربعة على عرش اليوتيوب، منوضينها صباط مع عروستهم على قبل اللايفات. إنسانة اللي تزوجات بربعة ديال الناس وماشي غير برجلها، لدرجة بيت الناس ديالها كلشي كيدخليه. فهاد الدار ما كايناش شي حاجة سميتها الخصوصية ولا تجلس بوحدك، وإلا العروسة بغات غير تسد عليها بابها كيردوها مريضة نفسية ومعقدة. فيديو شبعان ريحة المرقة والحقرة، حيت غتحس بالسيناريو ديال القصة خارج من زمن الجاهلية. كدور القصة ديالنا على عائلة بسيطة بزاف، دارت اليوتيوب ترزق به الله من بعد ما خداو أمي نعيمة كقدوة للنجاح، حيت فهاد الدوار نعيمة دارت نفس في قبيلتها باش يديروا العاقة وتكون حتى هما عندهم دار، واللي راجلها أمروا بينها حتى الجيران على قبل الأدسنس سمح في القيم وتوكل على الله في العالم الأحمر. السيد طيب هو الأخ ديال راجل نعيمة، وهو ومراته بجوج كيجيو لنعيمة، حيت أصلا كاين بزاف ديال العائلات اللي كيجيو نعيمة نيت وكلهم دايرين قنوات ديالهم. نرجعوا للقصة ديال يطو الطيب المرضيين ومريم العربي ولد ميمتو. غتكونوا كتسألوا على شنو هو المحتوى ديال هاد العائلة مثلا، عارفك ما سولتش ولكن خاصني نقولها. كيفيقوا كيطيبوا الفطور فيه بزاف ديال الماكلة، وكيتغداو بزاف ديال الماكلة، وكيتعشاو بزاف ديال الماكلة، وكيخليو المتابع هز لهم الهم النوبة ديال الطواليط. كيدوز الفيديو كله بهضرة يا امي هضرة با هضرة العربي، مريم ما هضرتيش حيت بزاف باش كيكملوا 10 ديال الدقائق باش ما يجيوش الفيديو حرفي. فاش تيسرات لهم الامور في القنوات بجوج قرروا انهم يطلعوا النيفو في المحتوى. فشنو يديروا ما يديروا، نادو ضربوها لولدهم بالتزويجة، وهنا في الامور غتبقى غادو كتكفس عليهم. من السيمانه الاولى كتعرفها غتشبك بيناتهم، حيت من الدقه الاولى هما كيبينوا العروسه في الفيديوهات وكيبقاو عليها بهضري هضري، ماشي مشكل كنا بدينا حشمانين في الاول. وباش كملوها وجملوها حلوا الكادوات ديال العرسان مجموعين، وبما انه الاغلبيه ديال هاد الكادوات ملايات ومائن وتواب ديال القفاطن، واللي جابوا هاد الهدايا هما المعارف ديال يطو العكوزه، فيطو حتى هي خدات حقها من التواب اللي جاو ليسرى. وهذا الشيء خلى الناس يبداو ينتقدوهم على الطريقه باش مدخلين راسهم على العروسه، حيت السيده مع الزوجات جات لدار راجلها نيشان مع شهر العسل عندهم غير اشاعه، واخا غير نهار في لوطيل وتقول. زيد على هذا الشيء انه السيده في السيمانه الاولى شمرات على درعها ودخلت للكوزينه، ولات تجمع الدار والطيب، وكل نهار كيتعاود فيه نفس الحاجه. اما الاخت كتجمع الطيب هي ويسرى، اما كتكون مسافره والعكوزه كتدخل توري ليسرى شنو الطيب وتجمع. كتبدا الحياه الزوجيه في هذه العائله البسيطه ببوسه ليد العكوزه وبوسه ليد الشيخ وتعنيقه عائليه بمذاق اللوبيا مع الاخت مزوجه بان واخواتها، فكل شيء خاصها تلبي ليه الطلبات ديالو. الله يرضى عليها، بغيت كنتوقف معها يوصلها ودي معها وشجعوها، الله يرضى عليها صالية فينا ديرها بكل ما في جهدها، يعني كتلبي لنا الطلبات الحمد لله كاملين. الله يرضى عليها، الليل ما كتنعس حتى تمسي يديها كتمشي الناس مسكينه وتغطينا عاد كتمشي. من البدايه ديال المسلسل كتشم ريحه الرعب وكتحلف على هذا السيناريو حتى غيسالي بخزيت، وكيسالي بخزيت. المتابعين بداو كيحكروا عليهم حيت شافوا باللي العائله ما كتعطيش مساحه لولدهم فين يتقرب من مراته، لدرجه انه في مده 4 شهور ديال الزواج العربيه الله خرج مراته 3 ديال المرات. اول مره خرجها دا دير تحاليل ديال الحمل وتهلا فيها بزازا وبوكاديوس، حتى كتقول صافي هما بجوج وكيطلع لينا القمر ديال باه. ثاني مره خرجوا بوحدهم برعها عصير وكاوكاو في الطبيعه، بلاص ما زعما يطيبوا شي طاجين بجوج ويعيشوا الرومانسيه ولا يدوزوا شي نهار حميمي وتقول. ثالث مره كيخرج لها شي قنت في الدرب ديالهم وكيوكلها الزريعه، واولاد اللي ساعي بفضل الله وكيديو بنات قسمهم المحله باش يشبعهم جوج دراهم ديال الحرشه ولا ملفي ولا كاس الدرايب. ولكن على الاقل لوسه السوسه داتها ضربات الحمص وحلوه من بعد ما دوزات معاهم 3 شهور، الناس كعاو عليهم. حتى كيفاش ما كتريحوش من الفيديوهات والتدخل ديال الفلوس اللي حقها منهم حتى هي، لانها كتصور معاكم وخسر عليها جوج دراهم ديال الزريعه والسيده حامله وفيها فقر الدم. الانتقادات بقاو غاديين وكيكثروا على اساس انه العائله ما كيتهلاوش في عروستهم، ومن فوق هادشي وعدوها يشريو لها التليفون وداروا بناقص في الوقت اللي بنتهم عندها تليفون، وحتى هي كتحكم في الدار والري والشوار ديالها. وبما انه الضغط كيؤدي للانفجار السيد طيب كعا رجلها طلعها في لايف وبدا كيقول لها شنو تقول للناس باش يبينوا بلي المشكل كاين في المتابعين اللي كيتهموهم، وداكشي علاش بدات كتقول للناس بلي لاله بحال مي وسيدي بحال با. الغد ليها عاوتاني العائله طلعت في لايف اخر، وشي خا بدا كيقول ليسرى هضري قولي للناس حنا ما كنتأداوش عليك، وبزز البنت باش قدرت تحل فمها وعاودت قالت داكشي اللي كيقولوا ليها هما نيت. ويوم دابا وهما تيسمعوا راه معنا تقريبا 800 واحد غادي تجاوبهم دابا، هذوك الناس اللي تيهضروا غتجاوبهم دابا. لا تجاوب دوك الناس اللي كتبوا، تجاوب دوك الناس اللي كتبوا. قالك يوسرى هذه قالت لي مصدومه، ايوا راه مصدومه بصح مصدومه راه مصدومه، دابا ما تعرفش اللي تندير تخرجوا ما تعرفش تهضر، هضري وهضري معاهم بحال اللي كتهضري مع واحد عادي. السيره معاوناني حتى هي وساليه حتى هي ساليه. واش كتهضري؟ راه واش كتهضري؟ داكشي اللي خرجها يوسرى تخيلي نهار كله تيفكو زيد واش غادي تسال هضري وهضري يوسف، هاد الناس اللي كيكتبوا لنا هذا خصك تجاوبني انت تخلي يوسف هضري يوسف. الله ونعم الوالد، اذا شفتي خويا خوتي ما تبقاش تاكلوا في الحمل مباشر. مريم راه اختي، لا لا راه بحال الوالد اختي، راه بحال الوالد، يعني باش تقولوا شي هضره اللي خايبه راه ما كايناش. هاد انا النهار مشيت لدار والدي مشيت الحمام، حتى وليت عند والدي عاد كتحمم طواليت وبنتهم تمشي الحمام. من بعد هاد اللايف العائله بقياده الطيب كل نهار غيبقاو طالعين
اللايف، وخصوصا فاش عرفوا السبب الحقيقي علاش باها جدها، وهي ان العروسه عيطات على والديها وقالت لهم اجي دوني ولا غادي نلوح راسي من السطح. ايوا كلشي تحمى عليها وبداو عليها السيده مريضه. ما تضحك ما تضحك، مع المرضيين ديالنا كانوا عوالين على كلون. كملوها وجملوها، قال لك سيدي عائلتها قلبونا حيت عطاونا مره فيها الديفو، تقول غير شراو معزه وما صدقاتش ليهم، وتهرب لهم بالمعقول، ولاو كيقولوا انها كانت باغا تدوز بالموس على الدري وانها فيها هشاشه العظام ومريضه والكاس هو الاخر ما تقدرش تهزو. بالله عليكم واش هادو بعقلهم؟ كيكذبوا وكينساو الكذبه. البنت فطانه مريضه من الديبار، وحنا كناش كنعرفوا هاد البنت مزيان، ما تعرفوهاش. حنا عرفنا بهم غير مات خويا وخويا، انا تنعرفهم فعلا تنعرفوها، لكن ما كنتش كنعرف على هادشي. البنت عندها عقده نفسيه ملي كانت في العائله ديالها ما كتعرفش تهضر، وراكم كتلاحظوا نتوما كلكم المتتبعين اليوم ولات كتعرف تهضر دابا، حتى ملي ديها مراضي ما تعرفش تدبي حتى حاجه. كاس كتجيبوا لي كيبغي تحلى من يدها، ولا لاحظتوا بها غسيل المواعن ما تعرفش المواعن ما تعرف طيب، ما تعرف قرص خبزه حتى راك عقدت الخبزه اللي قرصتها يطو، ما عرفتش تقرصها بزاف ديال الحوايج. انا قوالي مريضه تعرفت عليها ما عرفوني عليها، عطوني ما تخرج معاها، ما بغاش يعطوني ما تخرج معايا، داروا لي راو الدو انا دورت وجهي، حطت لي مزخات ديال الخضره حطت لي هنا عاود لك كتهضر. راه كتكون على الطبق كتكون كتنوض كتدخل البيت تقفل عليها، عندها شي مرض نفسي الله اعلم، ديما مكرفه وديما معبسه، ما تضحك ما تضحك ما والو. سي دابا تخرجي باش ما بغيتي تقولي اللي بغيتي تقولي قولي، حنا من اخر فيديو هو هذا باش نعطي لك مشناي باش تخدم، راه ما تلقى باش تشوف هذاك الشيء مخلي في قلبي. وقفي معاها وطلعي لها القناه، بغيتي تطلعي لها انت القناه تطلع قناتك بعدا. اقسم بالله العظيم تخرجي باش ما بغيتي تخرجي، الا وليت خرجت بشي فيديو قولوا لي انت ماشي راجل. واخا قال لك ما غاديش يعاود يجبد الموضوع ديالها، عاود جبد الموضوع ديالها. وصراحه هذا الشيء اللي كيوقع فاش الراس كيكون خاوي وما كتعرف ما دير في المحتوى. المهم هذا الشيء كامل غادي يخليها تضطر انها تطلع في فيديو وتدافع على شرفها، لدرجه بدات كتوري الشهاده انها بنت بحكم انه راجلها قال بلي حشمت نفضحك وتشوهي، والفهم يفهم. وعاد بدات كتعاود على المعاناه ديالها معاهم، وانه واخا كان فيها الوجع وهي حامله قالوا لها وجدي الفطور ونديوك للطبيب. هاد الخرجه ديالها غير ما زاد تكعات الطيب وولد ميمته، حيت هاد السيده اللي معاها هي بنت خت نعيمه. ايوا العدوزه ديال الطيب ولا كيكتب الشعر في السبان، واصلا هاد المشكل اللي واقع حرك كاع قبيلتهم ولا كلشي كيدخل مصاريف من هاد المشكل، حيت عائله على قدها بالخوت ولاد العم الخال والجد والجده والطاسيله كلشي عنده قنات وكلشي باغي يعطي الراي ديالو في هاد الشيء. شي اللي خلى الاراء تنقسم بين معا ولا ضد، وما حد الطيب كيهضر على عروسته بالخايب، كتعاود هي تخرج منبر اعلامي ويزيد هو يكعاود تزيد القضيه تشبك. من الدمع مشي اساس الزوجه باش يخدموا بيا القناه. المره الاولى قالوا لنا عندها واحد الكوفوس كبير فين ندير حوايجها على ما يسهل الله ناخذ لها ماريه، مشينا لقينا ما كاين لا كوفوس لا حتى شي حاجه، غير واحد كما قالت ديال ميكا ودايرينه في واحد الحمام ديال جمعين فيه الربل، داك الحمام فاست بيت النعاس. لو كنت كتقلتي انا كنت كتعيشي مزيانه معاه، ما بين ليله ونهار تقلبات الامور. تقلبات الامور واش الامور بالضبط على القناه انك ما كتشوفيش ولا شي حوايج داخلي؟ على حساب القناه. وقال بانه كانت خسرات 12 مليون في العرس ديالها. كيفاش 12 مليون؟ 12 مليون اللي كانت خسرات في العرس. لا وعلاش على على الدهاز ديالها؟ لا انا با اللي دار لي العرس وبا اللي كمل لي دهازي، ما كاين لا 12 مليون. تسلفنا خويا وتكلفنا ما عطاونا حتى درهم، درنا قروض صغرى غادي نرجع 2 مليون. شحال كتكون صوره في الشهر؟ 13000 وشي حاجه. من بعد هادشي كلشي غيعرف الادب اللي كان كيدوز على البنت بسبب القناه، وانها كانت كتضرب من بعد ما كيحرشوا عليها راجلها حيت ما هضرتش مزيان. والطيب حتى هو ولا كيقول انه غادي يعاودها لولده باحسن زويجه وزيد وزيد، وبدا كيقول لها صافي وليتي تخرجي تعري لهم رجليك ويديك. وكتعري رجليك قدام القنوات قدام صاحبك، كتعري رجليك كتحتاج لك عريانين وكتعري لهم دراعاتك يا مريضه خلوق، كتضربها بوحدها كطيحها بوحدها كتضربها بوحدها. وفاش كتسمعهم كيفاش كيهضروا على هاد الدري اللي قريب يولي اب، كتحس بحال الا كيهضر على شي دري صغير خايفين عليه ومكبرين ليه البقره، بحال انهم قال لك بلي العربي الف وحده تمنى ولدي وبلي ما حد باه كاين في الحياه ما يحتاجش ولدو يضرب تماره. بخصوص ثمن حاجه راجل سيد الرجال اللي تيقول لك انه ما تخدمش ما تخدمش تخدم مره تخدم هذا كيعرق وينشف كيجيبها بالجابين ديالو، ولكن حد باقي طيب باقي الحبيب وباقي له يطو ما يحتاج حتى واحد. هاد السيد اللي تمناه نعم سيدي العيالات، والدي حيدوا لختو البيت اللي ارقات ونشفات باش تفرشها وتعيش الحياه، وبما انها لوسه مرضيه قبلت تعطيها ليهم. هاد العروسه اللي طيبات لهم حتى بلوكاو بيت الماء وجمعات الدار حتى مشاو ليها البصمات، باللي لو نهار قال لك معكازه ومعفونه وطلعت فيها الديفو. كتعرف طيب كلشي ولكن حيت ما كتعرفش طيب الشرن ما صدقاتش رجوله. الصوره هذه باش جات عمرها ما خملت بيتها، تخمل ولدي وانا صبروا هاد الصبر هذا اللي تنصبر انا. انا ما كنتش نفضح هاد السريره كاع كامتها في قلبي ونخليها، ولكن هي من قالت هذاك الكلام اللي ما فياش انا، انا نقول الكلام. انا عمرها ما سيقت ولا جمعت لي الركاني، انا مريضه وتنوض نحك الركاني وغسل هذاك لاباب وحد النهار جاب لي خوتي الحوت ديال الشرن، ديال الشرن ما عرفتش تنقي ولا كيفاش ما تعرفيش تنقي الشرن، واش امك معلمكش واش ما كنتيش تخدمي شغل في الكسكوت. انا حاجه وحده نقدروا ناكدوا عليها وهي انه يطوب الطيب المرضيين والدي اللي يتمناهم اي واحد، وخصوصا الا كنتي كسول ولا ما فيك ما يعول على راسك، غير تقبلوا كيف ما كنتي غير كون مرضي معاهم. وداكشي علاش مريم هي الاميره ديال باها اللي كتقشب عليه وكتكريسيه في الوقت اللي الولد هو الدلوع ديال الدار اللي باه مستعد يخدم عليه حتى الموت. ضرب لمريم ما كاين والو صراحه، قشب عليا بزاف كثر يا با باش تزغط معاك كريسي، خصك تكريسي عليه انا ما خرجش حتى 800 ولا 400 ما تكريسي داكشي اللي في جيبي كتحيد.
بعد ما الطبيب المرضي يطلب من الناس يدخلوا يتابوناو عند ولدهم اللي داير في القناه ديالو ولدي الطبيب المرضيين على اساس زعما راه شابعين شهره، ولا السيد كيقول على انه عنده الدلائل وما يثبت قانونيا بانه البنت مريضه وما صالحاش للزواج. تقول غير القانون كيعاقب على هذا الشيء. الا والزوينه قال لك غادي يطالبوا يدار لها التشريح باش يثبتوا باللي ما كانوش معدين عليها. وهنا ساسكت كثيرا عباد الله حيت دماغي قربت جيت كتقلبيا تحتاكم. وانا غنصدم المغاربه كاملين، شي المغاربه كاملين غادي تصدموا العالم، غادي نصدموا ان شاء الله الحقيقه اللي غادي نحطوا حتى حنا عندنا دلائل وعندنا وثائق وعندنا حقائق وعندنا كل شيء ما يثبت، غادي نحطوا ان شاء الله. عندنا بلادنا الحمد لله مقيومه وكاين القوى الحمد لله، كاين اطباء كاين دكاتره في المستوى اللي غادي يدير لها تشريح. فوقاش ضربت السيده؟ فوقاش الضربه جات عندها؟ كيفاش هاد السيده دايره؟ المشكل انه هضره جوج يخرجوا لك كذبه جديده ووجههم قازح. ما تبارك الله ولاو اخصائيين الاعصاب واطباء نفسيين ومحللين اقتصاديين وفي كل لايف يعاودوا نفس الهضره، حتى غيخرجوا عاوتاني في منبر اعلامي كيطالبوا بحقهم ويزيدوا يبينوا بلي البكمه اللي عطاهم الله هي اللي فيها المشكل. عطوني السيده مريضه كطيح بالسرعه، مريضه نفسيا، ما تعرفش تهضر، ما تعرف تتكلم، ما تعرف تغسل الماء، ما تعرف دير حتى شي حاجه. اللي حطيتيها ليها كتشوف فيها دير فيها ديك ما تعرفش تجي اما مريم واما يتوس كملها. ديك عارف وما خدام ما والو بغيتي تزوجو. نزوجو لان مازال نخدم على ولدي، مازال نخدم على ولدي حياتي كامله نخدم عليه. والله الا كنت باغي نخدم على راسي اللي ما خلاتنيش. دارها هي وباقي في الفيديو قالت لك ما تمشيش، بقات تبكي بالدموع. طارت في الوالده قالت لها لا ما يمشيليش. ما يمشيليش. في الوقت اللي كلشي لاحظ على انه يسرى، واخا كانت كتجي الفرصه فين تكبر هاد الصغار وتكذب، هي كانت كتجاوب حدو قدو باه اه لا لا. اللي زاد كعاني في هادشي كامل وهو انه المشكل نايض على قبل القناه، فاذا بنت خت نائمه كتنوض تحليها قناه بعد ما المتابعين ديالها اللي كانوا عند الركش الطيب بغاو يوليو كيتابعوها هي باش تفقصهم. انا مامن بهاد القضيه ديال يسرى، امن بانها تظلمات يسرى. مشينا شرينا تليفون، اما كلشي كنقولوا له اللي بغى يتعاون مع يسرى يسيفطوا لها هي في المرتها. دابا غادي نهزوا قناه من التليفون اللي مصاوبه فيه وغادي نديروها في القناه ديال يسرى، ولكن غادي تبدل الجيمايل وهي تبدل الموطباس. ما يمكنش السيده غادي تطلق حيت كانوا كيبزوا عليها باش تبانو هي ما باغاش، وفجاه غتفرق معاهم ودير قناه ديالها. حيت اصلا كون كانت فيها قوه الهضره وعارفه لهادشي ديال اليوتيوب كون عائله راجلها حطوها فوق راسهم، حيت باغي اللي خلق لهم لومبيونس فلاشين. فشنو بان لكم؟ واش الا جاتك الفرصه بين يديك وغادي نوض عليها بزاف ديال الصداع غتستافد منها ما حدا كاينه، اولا الباب اللي يدخل منه الريح غير سدو؟